في الفقره على التليفون. الفقره دي لسه عاملينها جديد. لما بنسالك بقول لك احيانا الواحد بيبقى قاعد متضايق، قاعد مهموم، قاعد زعلان من حاجه، قاعد قرفان من حاجه، قاعد مش عاجبه حاجه. انت وانت قاعد كده مش مبسوط، مين اول واحد بتمسك التليفون وبتكلمه وبتقول له على همومك؟ مين هو؟ الحقيقه يعني طبعا انا ليا اصدقائي في المجال، طبعا في المجال الحقيقه اخوات واصدقاء واحبابي وحاجه يعني احنا الحمد لله عشرتنا مستمره بقى لها 30 سنه وبنكلم بعض على طول وبنتقابل على طول. لكن في فعلا زي ما انت بتقول الكلام ده يا كابتن مصطفى، في صديق ليا من حلوان انا الحقيقه ده من ايام مصنع 36. نفس الحكايه، من ده اكتر بقى من 40 سنه. انا نسيت اقول لك انت ساكن فين دلوقتي؟ المعادي الجديده. في المعادي الجديده. انا ما بعدتش عن حلوان يعني. لا المعادي الجديده انا احب ما اخرجش بره الحتتين دول. الصديق دوت انا على طول على اتصال بيه، ويمكن هقول لك حاجه، في حاجات اتصال يومي كمان. كمان. لان انا اول ما اطلع مثلا من برنامج هو يتصل بيا يقول لك بيكلم يقيمك يعني. نتكلم مع بعض وايه رايك وبتاع وحاجات كده في اي مشاكل الحقيقه. لا هو حاجه جميله. ربنا يخليكم لبعض. الله يخليك. قول الو كده. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الحاج علاء معاك من حلوان. يا علاء اهلا بيك، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا علاء، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. ازيك انت يا كابتن عامل ايه؟ الحمد لله يا علاء تمام. اولا انت قاعد مع قيمه كبيره جدا جدا. ربنا يخليك يا حاج علاء. طبعا مصطفى عبده. الله يكرمك يا حبيبي. كابتن مصطفى عبده ده انا كنت باجي لك يا كابتن في الثمانينات عشان نقابلك او امشي معاك او كده، فكنت بلاقي قامات جميله موجوده امثال الكابتن مصطفى عبده وكابتن محمد عامر وكابتن الخطيب. ربنا يكرمك. زملكاوي شديده لكن كنت بحب المجموعه بتاعتكم دي جدا. الله يكرمك. الله يكرمك يا حاج علاء. الله يخليك. اكابو كباتن اتفضل حضرتك. بيقول لي رمضان لما بيكون زعلان او مهموم او متضايق او حاجه زي كده اول واحد بكلمه الحاج علاء. ده حبيب قلبي، ده توأم روحي كابتن رمضان ده. ايه الموقف اللي هو كلمك وكان زعلان قوي قوي وانت بدات تهدي فيه؟ اقول لك الموقف بتاع فرقه. انا اولا معاه في اي فرقه بيروح يمرن، اي فرقه، ولكن الفرقه اللي كانت اليومين هما موقفين يا كابتن مصطفى. موقف فضل. كان بيمرن بلديه المحله وكان يكفي التعادل في المباراه ديت، واخد بال حضرتك؟ كان نعم. في الدقيقه 95 يجي فيه جون. انا اتصور ان انا الدنيا دي بتلف بيا وبقيت مش عارف هقول له ايه بعد كده. وقعدت فتره كبيره جدا عقبال ما تدخلت معاه وهديت منه وطبعا كان ليه حق انه يزعل لانه كان عامل موسم جميل جدا 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 وكان الاولى بالصعود. ويشاء السميع العليم ان فرقه الرجاء دي يروح مرنها السنه اللي بعديها. دي موقف صعب عليا. الموقف الثاني بعد اذنك كابتن مصطفى، موقف فرقه سيراميكا كليوباترا. كان بيمسك الفرقه وماشي زي الفل، وكان فرق بينه وبين الفرقه الاولانيه تقريبا 3-4 نقط، وافاجئ ان هو بيستقيل او بيقال او او او. دي زعلتني جدا جدا جدا. فبالتالي هو لما لجا ليا انا بدات طبعا انا حاولت اتصل بيه وهو حاول يكلمني، انا حاولت اهدي منه لان هو ما كانش وحش، هو كان ماشي كويس جدا جدا وترتيبه كان ما بين الاول والاول حوالي 3-4 نقط. دول الموقفين اللي انا حاولت اهدي منه واحاول منه، لان هو من نوع بيحب الملعب قوي، وانا كثيرا ما اشور عليه واقول له حاول ان انت تكون في استديو تحليلي، حاول تكون في قناه النادي الاهلي، حاول كده، يقول لي انا روح الملعب. طيب حاج علاء، هو هنا في الجزئيه دي تمام. لو انت احنا بنتكلم كده على الكابتن رمضان تمام، ايه السمه الكويسه فيه وايه السمه اللي انت ما بتحبهاش تبقى موجوده فيه؟ اقول لحضرتك يا كابتن، اقول لحضرتك السمه الحلوه فيه جدا 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 ان هو بار باهله جميعا ما شاء الله، ومش عايز اقول لحضرتك بار باهله الى ابعد الحدود. ربنا يكرمه. وبار باهل زوجته لابعد الحدود ما شاء الله، وبار باخواته جدا، واللي ازيد من كده ان هو بار باهل حلوان لهذه اللحظه. ما هي دي ده الجمال بقى، ده الجمال. ده الجمال طبعا. الاصول بتاعته يا فندم بعزيز حضرتك يا كابتن، الاصول بتاعته يقول لي فلان الفلاني عمل ايه؟ اقول له كويس الحمد لله، طب انا جاي لك عشان نروح نشوفه. جميل. او انا مش فاضي اجي لك، طب علاء اعمل معاه الحاجه الفلانيه وانا عقبال ما اشوفك. ما بينساش اهل حلوان ابدا ما شاء الله ما شاء الله. رغم ان هو ابدا ساكن في الهرم فتره ورجع ساكن في المعادي فتره ثانيه. ممكن شهادتي تكون مجروحه مني بس دي حقيقه. لا لا احنا بنجذر شخصيه الضيف اللي معانا لان رمضان نجم. طبعا طبعا. ده انا عايز اقول لك شويه حاجات ثانيه يا كابتن كنجم الكوره ممكن تكون الناس عارفاها ومش عارفاها. قول. كابتن رمضان السيد من اول لاعيبه كره القدم في تاريخ الكره المصريه من الدرجه الثانيه، يلعب درجه اولى ممتازه ويلعب مش من درجه اولى، بيلعب منتخب مصر.
لا ما احنا عرفنا دي يا حاج علاء. طه بصري مع كابتن حسن شحاته ومع كابتن فاروق جعفر ومع كابتن ابراهيم يوسف، الناس الاجيال طبعا هو حكى عليها هو حكى عليها. طب ايه الحاجه بقى اللي مش كويسه فيه اللي انت عاوزه تبطلها؟ عصبيته زياده عن سوق جنب الملعب، عصبيته يعني هو عصبيته جامد جدا لدرجه انه ممكن صوته يروح. كمان مره في المرات كان ايام البلديه او حاجه اغمى عليه، فانا كنت بشفق عليه بصراحه جدا. طب انتوا بتخرجوا مع بعض كتير قوي، مين بيعزم مين بيعزم الثاني؟ لما يكون فاضي، لكن طيب. في شغله انا بسيبه راكب شغله ما بقربش منه. طيب انتوا بتخرجوا مع بعض بتعزموا بعض، مين اللي بيعزم الثاني؟ بصراحه هو كريم قوي يا كابتن. هو كريم قوي كريم قوي هو بسيط كريم وهو وبص حضرتك هو كان ساكن جنبينا في حلوان في مكان بسيط جدا وكان في عز لسه بدايته او في نهايته في 36 وكان بيعزمنا عزومات عنده. ويمكن افكره بحاجه بالحاج عبد الله بتاع المقله والكابتن الزاويه والناس ديت، الناس دي كنا بنروح نقعد معاه مؤاخذه كابتن على الطبليه وكنا ناكل معاه. ولما ربنا كرمه برضه سواء في الهرم او سواء في المعادي برضه بنتعزم عنده، واخرها كان مثلا بيعزمنا عند الكابتن سيد طبعا اللي هو زوج بنته العزيزه اللي انا بعزها جدا بنته رشا. احنا بقى دلوقتي لا بنشوف عزومات من رمضان ولا بنشوف لا يا كابتن جابوا الكرم كله صدقني. انا مش بقول كده والله كلام. لو انت عاوز تقول له كلمه دلوقتي. نعم يا كابتن. لو انت عاوز تقول له كلمه دلوقتي واحنا موجودين. اقول له كلمه دلوقتي بس ما يزعلش مني، انا هقولها له بصراحه. انا نفسي يا كابتن، اولا هو اتظلم اعلاميا وهو لاعب كره قدم لانه بطل في سنه 29 30 سنه عشان الاصابه. ثاني حاجه ان هو اتظلم، مش عايز اقول لك اتظلم، اتظلم تدريبيا يا كابتن. معلش مع احترامي لحضراتكم كلكم وكوره و اين الكابتن رمضان السيد واين الكابتن ربيع ياسين واين الكابتن علاء ميهوب؟ الناس دي اين هي من تدريب المنتخبات القوميه او من الفرق الدرجه الاولى الممتازه؟ نعم بس نعم. انا اقول له انا بنصحه مع احترامي ليك، اذا كانش هو هيجي له عرض تدريب في فرقه من دور الدور الممتاز استاذنك بعد اذن حضرتك ويزعل مني هو، خليك يا كابتن في استوديو تحليلي من الاستوديوهات وما تتعبش نفسك لان انت عصبي جدا 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 سواء داخل الملعب. الا لو جالك عرض بقى كويس في اي فرقه من الدوري الممتاز اهلا وسهلا. طيب رمضان هيقول لك كلمه دلوقتي، شوف هيقول لك ايه. حبيبي اتفضل. ده توأم يا علاء. اتفضل. ايوه ابو كباب. ازيك يا علاء حبيبي؟ اتفضل يا ابو كباب. لسه طبعا كنت بتكلم على اصدقائي من الوسط الرياضي. تمام. احنا مثلا على علاقات مع بعض الحمد لله رب العالمين. تمام. وترابط بقالنا 30 سنه اعتقد ان انت على يعني كمان انت زدت عن ال 30 سنه، احنا بقالنا بتاع 40 سنه طبعا مع بعض طبعا. يعني فطبعا طبعا. انت صديق وصديق كبير الحقيقه ومن الناس المخلصين جدا جدا الحقيقه. يا حبيبي انت احسن انت احسن ربنا يخليك على ده. حلوان يا كابتن مفيش حد بيقابلني لما يسال يقول لي يا حوري الكابتن رمضان ايه رب عن طريقي ودي حاجه بقى انا بفتخر بيها. طيب الكابتن رمضان دلوقتي بيقول لي اللي انت اقنعته ان يشيل شعره ايه رايك؟ لا ده دوت عارف يا ابو كباتن كابتن مصر كابتن مصطفى رمضان ده يعني مش شال شعره، ده شعره ده من كتر عصبيته ومن كتر والله انت انا كنت انا ما بسيبوش في اي ماتشات من اي فرق بيمرنا، فلما بروح انا بشفق عليه من العصبيه بتاعته سواء كسبان سواء خسران سواء متعادل سواء انا بشفق عليه. بقول لك ايه يا علاء اتفضل يا كابتن. انا اول ما دخلت الاستوديو طبعا بيجهزونا عشان نخش بقى نسجل، ناديت الراجل قلت له اعمل لي استشوار حلو منك يا ابو كباتن. طيب دلوقتي هو بيقول لي ان انت بتقيمه بعد اي برنامج بيطلع فيه. طبعا. احنا مستنيين تقييمك في الحلقه بتاعتنا لما تنزل ان شاء الله. ان شاء الله كابتن رمضان بعد التسجيل يقول لي ميعادها امتى بالظبط. خد بالك انا ما بفوتش البيت الكبير بتاع البرنامج بتاع حضرتك ده. خد بالك انا زملكاوي من الستينات لكن لا افوت البرنامج بتاع حضرتك بتاع البيت الكبير ده. لا البيت الكبير بتاع كابتن اسلام الشاطر. لا المجري. بتاع المجري انا اسف. لا ما احنا كلنا واحد في قناه واحده. طبعا لا بس انت حضرتك معلش مع احترامي للجميع قناه النادي الاهلي كلهم ناس كويسين ومحترمين بس البرنامج بتاع سعادتك شيق. ليه بقى شيق؟ لانك بتستضيف جميع المستويات وجميع الانديه. ليك حلقات مع الكابتن حلمي طولان، ليك حلقه مع الكابتن محمود الخواجه، ليك حاجات جميله جدا. انا بحب اتفرج على حضرتك لان انا بحبك من ايام ما كنت لاعب. ربنا يخليك يا حاج علاء. ربنا يبارك فيك يا كابتن ونشوفك دايما كده بصحه وعافيه. كابتن انا سعيد بيكوا والجيل بتاعكوا كله بتاع الثمانينات كله انا سعيد بيه جدا جدا وبحبكوا جدا. علاء انت عملت دلوقتي مداخله علاء مع اعظم لعيب كوره. الله يخليك ربنا يكرمك. انا كنت بقول لك ايه مفيش وينج رايت جه في مصر طبعا ولا في افريقيا. يا حبيبي ما تحرجوناش بقى اكتر من كده. لا حقك تزعل حد النادي الاهلي
الكابتن مصطفى عبده كان سبب في شهره جميع الناس اللي كانت بتلعب فراوده سواء الكابتن محمود الخطيب. لا بقول لك ايه، خلينا نكمل البرنامج الله يخليه. لا لا دي حقيقه ما تخافش رب. لا 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 ما تخافش من ربنا. وجمال عبد الحميد قبل ما يروح الزمالك الحمد لله الحمد لله، هم كلهم لعيبه افاضل وكلهم ربنا يديك الصحه والعافيه. وانا كنت بسال عليك ايام ما كنت في شده، اقسم لك بالله كنت بسال عليك. الله يخليك يا حبيبي ما تحرمش يا حاج علاء. كنت معاك وكنت مع حبيبي واخويا وتوأم الكابتن رمضان، سعيد جدا جدا. شكرا يا حاج علاء، ربنا يخليك. شكرا يا حبيبي، اتفضلوا. شكرا جدا، اتفضلوا يا فندم، معاك سلام.